اما هلا سلمى بننتقل لختام فقراتنا الصباحيه لليوم، موضوع طبي كثير مهم، الكولون العصبي. ونحن اغلب المحيط فينا او يمكن الوضع الاقتصادي المعيشي، دائما انا بقول النفسي سبب. كل الضغوطات عم تاثر، صرنا نسمع كثير بكل الناس اللي حوالينا انا والله انا معي كولون عصبي، كل ما اتضايق بتلاقي كولوني بيتشنج، وما كنا نشوف هي النسبه الكبيره. اليوم في ازدياد بشكل كثير كبير، يمكن لانه ما في اسلوب صحي عم يستمروا فيه ليخف اعراض هيدا الكولون. صحيح نور، يمكن هي من اكبر المشاكل اللي فاقمت حاليا الناس اللي عندها اساسا كولون عصبي، اللي هو نوعية التغذية بحد ذاتها. نظامنا الغذائي اختلف، العمل لفترات طويلة، عدم الأكل بشكل منظم، والخبرات أيضا بهذا الموضوع اللي ممكن تكون خاطئة للأسف. رح نتعرف على كل المعلومات عن هذا الموضوع. لكل مرضى الكولون جهزوا حالكم، لأنه في عنا كتير أسئلة عن هذا الموضوع، رح جاوبنا عليها طبعا اختصاصية التغذية صفاء الشيخ. صباح الخير وأهلا وسهلا بعد زمان. يسعد صباحكم، شو أخباركم؟ تمام الحمد لله، يسعد صباحك. بالبداية مثل ما قلت ببداية حديثي، عم نشوف انتشار كتير كبير لمرض الكولون العصبي، يمكن استمراره هو طول العمر، بس نحن لو نعمل بعض العادات الصحية السليمة نتجنب هي فينا نقول الحالات الهيجان اللي بتجي فجأة لأمراض الكولون العصبي. خلينا نحكي عن التغذية، قديش مهمة لأمراض أو مريضي الكولون العصبي اليوم، لأنه ما في التزام للأمانة بيكون بالنظام الغذائي السليم. صحيح، للأسف في دائما بنشوف مرضى الكولون العصبي عندهم خلينا نقول أعراض أو نمط معين من العادات كلياتهم مشتركين فيه، اللي هو عم بخلي هاي المشكلة تزداد. بس بالبداية بدي أقول إنه الكولون العصبي بالتحديد بتعلق بثلاث عوامل، خلينا نقول العامل الأول اللي هو العامل النفسي، العامل الثاني واللي هو عامل الهضمي، والعامل الثالث واللي هو عامل التغذية. فأنا لما مثلا بزورني بالعيادة مريض عنده كولون، فأنا لازم شيك على هدول الثلاث. صحيح. أمور، مثلا هل هو زار طبيب هضمية شخص له أنه هو فعلا عنده كولون عصبي أو لا، ممكن يكون في حالات تانية بس عم يختلط عليه الأعراض. هل هو عم يوصل لمرحلة من تشنج الكولون، ممكن يحس أنه عم بيصير معه نوبات قلبية، هل عم تترافق مع نوبات هلع، هل عم بيحس حاله الشخص أنه أوقات دقات قلبه كتير عم تتسرع، أو ممكن يصير في عنا خدر بالكتف مثلا، ممكن أوقات الشخص يفقد قدرته على ممارسة حياته اليومية. إذا وصل الشخص لهي الحالة من الكولون، فنحن هون بحاجة صراحة أنه نتابع مع اختصاصي نفسي لحتى الشخص يساعده أنه هو تكون مثل ما حكيتوا على ظل الظروف والضغوطات اللي عم يمروا فيها الأشخاص بكل البلدان حتى. فصار التوتر ريست عنا أعلى، فكل الناس تلاقي عندها توتر، عندها ضغوطات. فما فيني أنا عالج أي شخص عنده متلازمة كولون عصبي عن طريق الأكل بدون أنا ما ناقشه بالمواضيع اللي حكينا عنها، واللي هي العامل النفسي، وطبعا زيارة طبيب الهضمية، لأنه في أوقات أدوية معينة ممكن تساعد أنه نحن نخفف من أعراض الكولون. ولكن برجع بأكد ما نستهين أبدا بموضوع التوتر، القلق، التعصيب، العصبية، هي كلها ياتها بتخلي الشخص يأثر الكولون العصبي على حياته. يعني أنت ممكن تبطلي تروحي على شغلك، ممكن ما تقدري تقومي بمهامك مثلا كأم بالبيت، أو حتى بالشغل يكون في عنا صعوبات، فما بدنا نخلي الكولون يتفاقم معنا لنوصل لهي المرحله. صحيح. الصراحه يمكن في كثير ناس يمكن عم تسمع الحكي منك لاول مره هلا، مثلا بعض الاعراض اللي اعطيتيها واللي حكيتي عنها، الناس متعوده انه الكولون يعني مغص معناته بالمعده، هذا اكثر شيء شائع، او انتفاخ بالمعده، غازات وما الى ذلك. اليوم قد ايه مهم نعرف حقيقه نحن ليش عم بنعاني او شو بنعاني؟ في ناس مثلا بتضل كل عمرها ما بتعرف انه عندها كولون عصبي، أزمة معينة تظهر عندها هاي الأعراض بشكل جلي، كيف بيتعايش المريض مع الكولون؟ لأنه هو مرض ما بينشفى منه. تماما، هو متلازمة، يعني نحن دائما بدنا نحاول أنه نحن نلاقي الطرق يلي بتريحنا. هلأ كتير مهم أول شغلة الشخص ما يستسلم، يعني أنا في ناس بيقولوا لي خلص أنا تعودت أنا على طول منفوخة، لا مو صح هذا الموضوع. نحن في حل وفي علاج، بس مثل ما قلنا بدنا نشوف الثلاث خطوات أول شيء اللي حكينا عنهم. النقطة الثانية بدنا نحاول دائما نلاقي طريقة نلعب فيها رياضة، لو كان مشي، لو كان رقص، لو كان أي تمارين. الرياضة هي مو بس طبعا لناحية جمالية، الرياضة كتير مهمة لحتى الشخص يفرغ فيها طاقة سلبية، كمان مهمة لحتى عضلات البطن تكون قوية عنا. فأنا بتلاقي ممكن الشخص ما يكون عنده الكولون العصبي اللي هو بيجي معه غازات أو انزعاجات كبيرة، كان بس في عنا نفخة بطن، يعني هو منظر البطن بتقلك مثلا صبية كأني حامل بالرابع. صحيح. أو بالخامس. فنحن لما بنلعب رياضة باستمرار هي العضلات بتقوى،
فما بقى البطن بيتمدد مع اي تعصيب او مع اي اكله ممكن تسبب لنا هي النفخه. فالرياضه مهمه. الشخص العادي بنقول له ممكن يشرب 6 كاسات مي، مريض الكولون لازم يشرب 8 ل 12 كاسه. طبعا ممكن 12 كاسه نوصل لهم بالصيف، 8 كاسات بس بالشتاء بما انه بالشتويه ما كثير بنشرب مي. فمهم جدا انه نحن دائما نشرب سوائل لحتى حركه الجهاز الهضمي تكون عندنا افضل، لانه بتحسي مريض الكولون بيرتاح شوي سوري لما يصير في عندنا تبرز براز. وقت بيكون في امساك يعني الاعراض بتكون جدا مزعجه. فنحن مهم كثير انه نشرب مي لهذا السبب. خلينا نوقف على التغذيه لانه بتلعب دور بكل القصص اللي ذكرتيها، والمشكله دائما بنقول لازم يكون في حميه للمريضين بس ما بيلتزموا فيها، او بنفس الوقت بتلاقيهم انه هي حميه قاسيه بيعتبروا حالهم محرومين من كل شيء، فبتلاقي لا بدي اجرب شوي لا بدي اجرب. خلينا نحكي عن نظام غذائي صحي سليم، وبنفس الوقت ما نحرم الاشخاص من كل شيء، يعني ما فيني اقول للشخص والله بعد عن كل البهارات، ما انت بالاخير بدك تحطي شويه بهارات على الاكل او ما يعني في قصص كمان هي صعبه شويه، ونحن مجتمع شرقي يعني المطبخ الشرقي غني بالاكلات، فايديني لا تاكل يعني مشكله كثير كبيره. صح تماما. هلا اول شغله المعتقد الخاطئ انه نحن بدنا نقضي حياتنا على الاكل المسلوق، اكيد لا، الحل مو بالبطاطا المسلوقه ولا بالرز المسلوق ولا باللبن. بالنهاية مريض الكولون هو ما هو مريض عم بيعاني من إسهال شديد لحتى نقول إنه نحن لازم نعمل هاي الحمية، بالعكس ممكن تزيد سوء لأنه مثل ما قلنا بتعمل إمساك، فالإمساك جدا سيء. هلا أهم شيء بالنسبة لتغذية مريض الكولون يبتعد عن الأشياء اللي هو تزعجه، يعني مثلا في حال كانوا أخين بالبيت عندهم كولون، ممكن واحد منهم يتضايق من الفول، الثاني ياكل فول ما تفرق معه ما يتأثر، ممكن يتأثر بالحليب. فكل شخص لازم يكون في معه دفتر صغير نوت أو على الموبايل نسجل فيها نحن شو بناكل أكلات يعني تزعجنا. تماما، ندخل بخطة علاج مثلا مع مريض كولون بقول له أنا بدنا نكتب كل يوم نحن شو عم ناكل، وبتكتب لي بنهاية هاي الورقة بنهاية اليوم هل أنا حسيت بالنفخة أو لا. وبنجي بعدين مثلا بنهاية الأسبوع بنعمل تشيك شو هي الأشياء المشتركة بهذا الأسبوع عملت لك نفخة. فممكن مثلا كثير ناس للاسف بيلاقوا حالهم انتفخوا من خبز النخاله. صحيح. نحن بمجال تنزيل الوزن بننصح دائما بخبز الحبوب الكامله النخاله او الشوفان او الشعير مثلا. فخبز النخاله جدا سيء لمرضى الكولون لانه النخاله هي الياف غير ذوابه بالمعده وبالامعاء. صحيح. تمام، بالمعده وبالامعاء جسمنا ما بيهضمها، فهي بتنزل للقسم الكولون او الامعاء الغليظه لحتى تنهضم، فالبكتيريا اللي بتهضمها نتيجه هضمها بتنتج الغازات. هي هيك بتصير الغازات. فممكن يكون النخالة عم تزعج الشخص، فنحن كثير مهم نحن نعرف شو الاشياء يلي بتزعجنا. بس في عامل مشترك بيقولوا لك مثلا البقوليات. تماما، البهارات، المقالي، في عوامل يعني والمعجنات، الخبز الابيض، العجين، وخاصه لما بيكون كثير سميك. مثلا بيقول لك حدا انه انا ممكن مثلا الخبز المرقوق ما يزعجني بس الخبز الابيض كثير بيزعجني لانه هو رقيق. فدائما نحن اي شيء عم يمتص هي السوائل بالجسم بيزعج الكولون، مثل ما تفضلتي البقوليات، وممكن اذا حدا كثير بحبها او مثلا نباتي او ممكن ما بفضل كثير ياكل لحومات وحابب ياكل بقوليات، فمنخفف شوي من ضررها بانه نحن ننقع ليله كامله بمي، ولما بدنا نسلقها نحط مي جديده باضافه طبعا بكربونات الصوديوم اللي هي الكاربولا اسمها الشعبي، بتخفف شوي من انتاج الغازات بالجسم. وممكن كمان نحن نتعود عاده مريض الكولون دائما اكل خلص الوجبه تبعه فورا ياكل معلقه كمون، مو يشرب الشرب ياكلها اكل. هي كثير بننصح فيها. بتعرفي مين اكثر حدا بيعاني بالكولون؟ المرضعات. وانا الصراحه مرقت بهي التجربه، يعني انا شخصيا سنه كامله بالرضاعه انا مبتعده تماما عن كل شيء برغل، عدس، حليب، كل الانواع اللي ممكن تسبب نفخه كنت مبتعده عنها لانه بتنتقل النفخه للبيبي. صحيح. فكتير مهم هلا اي ام عم تحضرنا مرضعه تاخذ معلقه كمون بعد كل وجبه، بتخفف كثير من موضوع الغازات. الاكل المقلي جدا سيء لانه دسم، والدسم طبعا هضمه صعب، ولكن برجع بقول لك بتختلف من شخص للثاني. طيب يعني مثل ما قلنا نحن الغذاء بيت الداء والدواء دائما لجسم الانسان. اليوم في اكلات هي الافضل تعتبر لمرضى الكولون، فينا بس نذكرها. نحن دائما بنقول الممنوعات، الممنوعات اللي الناس صارت حافظتها وبتروح بتاكلها لانه بتحبها ان كان بقوليات او غيرها. تمام. هلا افضل الاطعمه لصحه الجهاز الهضمي هي الاطعمه يلي بتعزز البكتيريا النافعه يلي هي عم تهضم الاكلات مثل ما قلنا بالجهاز الهضمي. فشو هي هي الاكلات؟ عندنا اللبن. اللبن ودائما بنقول اللبن
البلدي يعني مو لبن المبستر الجاهز طبعًا. لانه للاسف شوي الخمائر بتكون اقل فيه تماما، الا اذا طبعا تناولنا اللبن يلي هو مضاف له البروبيوتيك ممكن يكون نافع. دائما بنقول كل شيء بيتحول من حاله لحاله، هلا اللبن هو كان حليب وتحول للبن، فنتيجة هذا التحمل تنتج عندي هي الخمائر. كذلك الأمر هي مفيدة للهضم تماما بالمخللات، فهي انتقلت كمان من حالة طازجة للحالة اللي تخلل فيها. حتى مية المخلل هي منيحة، بس طبعا هون بدنا نأكد على مرضى الضغط إذا كان المخلل مالح ما يتناولوا أو يقللوا ملحه بتصنيعه المنزلي. فمية المخلل كمان هي كثير مهمة لمرضى الكولون، ممكن يضيفوها شوي على السلطات مثلا إذا هنن ما بيحبوا ياكلوها يعني ما بيحبوا يشربوها، ممكن يضيفوها على السلطات أو ممكن حتى يضيفوها مثلا لكاسة مي، يضيفوا معلقتين من مية المخلل كثير بتفيدهم. كمان بدنا نذكر إنه نحن نحاول دائما وجباتنا تكون صغيرة ومتعددة وما نوصل حالنا لمرحلة التخمة، لأنه نحن بس انتخمنا كتير حيصير في عندي عبء على الكولون، ممكن وقتها فعلا الغازات توصل لدرجة أنه هي تضغط على القلب. فكمان نحن بدنا نحاول نتجنب هذا الموضوع. الفواكه كتير منيحة للجهاز الهضمي، الشوفان منيح، ولكن ننتبه الشوفان يكون مطبوخ، لانه بس انطبخ فاليافه خلص امتصت المي واخذت نحن بنقولها نفشت، فهي ما بقى رح تزعج الجهاز الهضمي مثل قبل. وبس برجع وباكد انه هي بين حاله وحاله بتفرق، يمكن الشوفان تماما في ناس كثير ممكن يزعجهم خاصه اذا اكلوني. بدنا نركز انه مثلا الخضره الفواكه هدول كثير مناح بس نقشرهم لمرضى الكولون، يعني التفاحه لازم تتقشر، الخيار لازم يتقشر، حتى البندورة ممكن نحن نقشرها، الإجاز، كل هاي الفواكه لازم تتقشر لحتى ناخذ منها الفائدة وما تزعجنا نهائيا. أكيد بدنا نشكرك بالختام الأخصائية التغذية صفاء الشيخ على وجودك معنا، ومثل ما قلتي هي المشكلة بتنحل بناء على ثلاث مشاكل أساسية لازم يتم تعيينها أو تشخيصها من البداية: الحالة النفسية والجهاز الهضمي وأسلوب التغذية العام. شكرا كثير، يسعد صباحكم. شكرا لك ولكل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها، وأكيد نتمنى نكون قدمنا هيك شوية نصائح لمرضى الكولون اللي هو أصبح طبعا مثل ما قلنا مرض شائع حاليا. شكرا، أكيد، سلامة للجميع.